عليكم السلام. كيف حالك؟ يا مرحبا وسهلا. كم المصرة الحين؟ المصرة من 1200 عشانك. رحلي مصرة اليوم عندي ضيوف. عندك ضيوف؟ أيوة. ابشر بعزك لك الا احسن مصرة ان شاء الله. يا مرحبا وسهلا. يلا حيهم يلا حيهم. وينك وينك؟ وهذا جبر الخاطر. يا مرحبا وسهلا. يا حيتين، من فين انتم ما شاء الله؟ من سيئون. والنعم بهل سيئون، سيئون الطويلة. سيئون الطويلة، يا مرحبا وسهلا. وينك وينك اليوم؟ الزين عندي والعيب شقي. يا مرحبا وسهلا، اهلا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامج اسواق شعبية. اليوم نطل عليكم في هذه الحلقة من سوق الحنظل بهذه المدينة التاريخية العريقة، ونتعرف بشكل اكبر عن هذه المدينة. تعتبر من المدن التاريخية وفيها كثير من المعالم والاثار التاريخية، فيها كثير ايضا من الاسواق الجميلة، شكرا لك يا جميل المحيا. فيها كثير ايضا من المعالم والاثار التاريخية الجميلة، فعشان كذا حبينا احنا نحط الرحال في اسواق شعبية ونوريكم مع بعض الاسواق الجميلة، ونوريكم مع بعض ايضا الاسواق التاريخية الشعبية. نحن الان في سوق الحنظل وحابين نظهر هذا السوق بطريقة جديدة ونتعرف على الحنظل ومشتقات الحنظل، وكيف انه للاسرة الحضرمية جلسة جميلة مع الشاهي الحضرمي وأيضا الحنظل. أهلا وسهلا فيكم في أسواق شعبية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف على اسمك يا والد؟ عبد الله سالم قامان. يا حي الله عم عبد الله، نورت الشاشة ونورت برنامج أسواق شعبية. منور إن شاء الله. عريس إن شاء الله. عريس. لا لا العريس لا. ليه؟ لا لا خلاص. يا ويلك من المدن. يكفينا احنا واحد عرس عندنا يا والد. ما شاء الله تبارك الله. طيب عم عبد الله، اهلا وسهلا فيك معنا في برنامج اسواق شعبيه، ونحن الان طبعا زرناك من المكلا الى سيئون، وبالضبط سوق سيئون، وبالضبط سوق الحنظل. سوق الحنظل حياك. طيب كيف الحركه في سوق الحنظل؟ الحركه اليومين دي لا بس، يعني مع الاسعار الصرف سايع الامه هذا يا اخي، لما الحكومه تتدي بان الصرف يعتدل، يقررونه كذا سعر مثبت يثبتونه علشان تعمل عشان يقول يعني الاسواق تكون قليل تتحرك هذا، يعني بيع وشرة. احنا الايام بعض الايام ماشي نهايه الاسواق قاعدين نتفوه، يعني الحركه نص نص، اقل من نص نص، هذا ربع 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 معقول. طيب عم عبد الله، الحنظل كل يوم اليوم كانت ب 1000، الحين قضى ب 1200 الكيلو. المصرة هذا هذه بكم؟ ب 1200 1200 ايش نوع الحنظل هذا؟ هذا مصري. هذا من وين تجيبونه؟ من وين تجيبونه؟ هذا مصري من مصر. من وين توردوا انت؟ من فين تجيبونه؟ يوردون هنا ناس تجار، واحد البكري هذا لا. ويوردون هذا السوداني، هذا الحنظل السوداني. ايوه. ايش فوائد الحنظل السوداني؟ هو الحنظل السوداني احسن نوع، ذا لا مو بس حبه صغيره، ذحين اليومين دي زاد كذا كذا مع الحب والخلف. هذا النوع اللي يدر اللبن؟ لا لا لا، نوع ثاني ذا؟ لا حق الارضي، حق الارضي ذاك. ايش اسمه ذاك؟ حنظل الارضي يقولون له هنا، حق سيهون هنا، حق القطن وحق ذا، حق الوديان. ما شاء الله، يعني هذا سوداني وهذا مصري وذا بس، كله مصري. ذيلا ثلاثه ذا وهذا وذا، ذيلا كلهم مصري. ويجيبونه البكري من مصر. يستوردونه ونحن كلهم نحمسه، تشترونه منهم تحمسونه. ايوه. وبعد تحميسه تجيبونه له. ايوه. كيف الحركه التجاريه من ناحيه يعني الارباح حقت الحنظل بسيطه ولا متواضعه ولا ماشي الحال؟ متواضعه، ماشي معاشي ماذا حن متواضعه على الاسعار ذا، خلق ضبحانين وذا، ما قدرنا حتى نغلي عليهم نحن. ما قدرنا نرفع الحين، والله العظيم علينا ب 2200 الكيلو، علينا من 1100 100 ريال. هي حق قراطيس، هي حق ذا جلسه، هي حق ايجار، جلسه حق ناس ياكلون ناس. الحمد لله، الحمد لله على هذا الحال، ربنا بيجمل ان شاء الله، ربنا يوفق ان شاء الله. طيب عم عبد الله، بنتكلم على شيء مهم. انت الان تعتبر في هذا السوق من من الاشخاص ما شاء الله تبارك الله اللي يعني يتميزون بالطرفه. ايوه صح ولا لا؟ ايوه. يعني ربما لك يعني كثير من المواقف الطريفه. أيوة. والمواقف الجميله في البيع والشراء. أيوة. مرت عليك بعض المواقف الطريفه اللي خلتك يعني الى حد هذه اللحظه تقول والله ذاك الموقف مر علينا وخلى نحن نضحك وخلى هذا السوق كله سعيد؟ يعني والله ماشي كذا كلها بعد الا عادي عادي. لا في مواقف اكيد. والله ماشي كذا. كم لك سنه وانت في ذي البسطه؟ اوبا، ما سنين قريبه 35 سنه. 35 سنه؟
الموقف حق الكهرباء، يقول لك الموقف حق الكهرباء. لا الوضع قلنا لهم طفت الكهرباء. احصل بالضبط، احصل المشاهدين يبغوا يعرفون ايش حصل. طفت الكهرباء علينا، كان يكلمنا استاذ نزار، استاذ نزار هو يبغى كلام ثاني مني انا، لكن انا هو ذاك الوقت معهم يقول لي الوضع انطفت الكهرباء، اقيت على الكهرباء ولا الا معي، ولا الا معي كلمه واحده ثانيه لهم ما هي شيء. لما كنت تصور يعني، لما كنت تصور انطفت الكهرباء. انطفت الكهرباء نعم. طيب عم عبد الله، في البيع والشراء خلال 35 عام مرت عليك الكثير من التجارب والكثير من الخبرات، ابرز هذه المواقف الجميله وابرز المواقف ايضا اللي علمتك وخلتك متمكن في بيع وشراء الحنظل. والله يعني هذا اتعار من اول كانت حنظل غرام، هذا المصر هذا بعناه قد باقل من شنن، ايام الشلن، ايام الشلن هذا بعناه بشنن، وهذاك الصغير نبيع على بنص بنص شنن، يعني عده وذا كلها من 20 جنيه ذا الخلط، وذا دحين وين قاعد دحين؟ وذا بالاف دحين الحمد لله. تغير الحال، تغير الحال يم. طيب اهل الوادي والصحراء واهل حضرموت بشكل عام يحبون الحنظل بعد الغداء. حنظل بعد الغداء مع الشاي لا ضروري، ذي ضروري في المناسبات قبل الغداء وبعد الغداء، قبل الغداء وبعد بعد الغداء، لان مع المناسبات هذا عندك عندك هذا غداء كذا عيد او كذا خطره ولا اي حاجه يقدمون للناس حنظل قدام الغداء، يقرشون وياكلون ويتغدون ويريعون يقرشون مع الشاي وذا. الموسم متى الموسم يا عم عبد الله الحركه تتحرك اكثر؟ الموسم جاي اتوقع كذا قريب الاعياد، قريب الاعياد تمام، قريب رمضان هذا قريب، قدام رمضان بيقعد 10 ايام 10 شعبان اخر 20 شعبان يبدا الاسواق تمام. ما شاء الله تبارك الله. طيب عم عبد الله مع البيع والشراء هل حد يوم نصبك ولا زاد عليه؟ وايد واحد نطبني. كيف حك عليه؟ كيف حك عليه؟ كذا ما هو يم. كيف حك عليه؟ قال لي شال حنظل مني وقال لي وعدي، قال لي بجيبها ساعة معي بريض وش؟ اسحب عليه. ضحك علي. طيب مسامحه ولا ما تسامحه؟ لا لا ما انا مسامحه لانه كذب علي. ما انا مسامحه. قول له مسامحه. انا مسامحه. عشان خاطري. عبد الله عشان خاطري. لا مع بعض بيي. الوقت ذيل اصحابه ذا وذا وذا ذيل اصحابه شوف ذا واحد وذا 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 اربعه. طيب عشان خاطر المشاهدين اللي يحبونك تسامحه ولا ما تسامحه؟ لا ما بسامحه. لا قال لا بيقولون له ذيل مع بيجيب حقي عندي. حياك يا عم عبد الله. طيب ايش حاب توصله عبر شاشه الغد المشرق وعبر برنامج اسواق شعبيه؟ والله كل شيء نشكرهم على زيارتنا هذه، عندنا الزياره وحياهم حياك الله اي وقت الغد المشرق. الله يحفظك ان شاء الله يا عم عبد الله، وربنا يفككم ويكتب الخير لكم ان شاء الله. ان شاء الله في امان الله. حياك الله. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف على اسمك يا والد؟ مبارك عوض صرهين. حيا الله مبارك، يا مرحبا وسهلا فيك في برنامج أسواق شعبية. نحن الآن طبعا حبينا اليوم نزور صرهيد للعطارة في سوق الحنظل في مدينة سيئون التاريخية، ونسلط الضوء على البضائع، على المحلات التجارية، على الحركة التجارية والاقتصادية، ولفت نحن هذا المحل اللي هو محل العطارة، صرهيد للعطارة. حابين نتعرف على الأشياء اللي تبيعها ومن متى وأنت في هذا المكان. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر قناة الغد المشرق على استضافتنا في هذا البرنامج الممتع الذي يسلط الأضواء طبعا على الأسواق الشعبية كما ما قال، ونقول لهم حللتم أهلا وطلتم سهلا. فطبعا هذا صرهيد يعني طبعا مش أنا بس، هذا طبعا كان الوالد وقبله الوالد، يعني ما شاء الله اللي قال ذاك أبا عن يد، وفي المحل هذا طبعا يبيع من جميع الأنواع الأعشاب والمستحضرات التجميل وذا. طبعا في أشياء نبيعها نحن مثل الصبر واللبان البدوي والشمار والحب السوداء والزموتة. هذا الشمار والحب السوداء طبعا تعمل النفخة والبطن وتقلصات
بالنسبة للمر طبعا برضه يفيد في على قولهم كمدود والأمراض هذه الداخلية. بالنسبة للصبر طبعا يسووه مع البغاء والصمغ كمان لزقة كذا بدل اللزقة الآن اللي ظهرت الآن الحديثة. فهذه بالنسبة للأشياء هذه. وبعض في حيات وايدة زيوت في ما ذها حيات أخرى لأمراض ثانية يعني. جميل. طيب يا عم، اللي لفتنا أيضا من ضمن هذه الأشياء الموجودة جاوي وصندلة، والمعروف دائما يقول لك فلفل أسود، في عندكم موجود لفتنا فلفل أبيض، كيف ذا؟ برضه الفلفل الأبيض طبعا يعالي اليلطات. هذا الفلفل الأبيض طبعا نوعيته أحرر من المعروف هذا اللي هو الأسود المعروف. يعني أحر من الأسود؟ أزواء طبعا. وهذا يستعمل لليلطات يعني إذا كان كم الشلل ولا استعمل الفلفل الأبيض لهذه الأشياء. كيف يتم استخدامه؟ استخدامه طبعا يدق ويسحق يعني، ويستعمل ملعقة قبل الأكل. قبل الأكل؟ آه إن شاء الله. يوميا يعني ولا كل بعد أكل؟ لا لا يعني لمدة فترة أسبوع تقريبا. أسبوع فقط؟ بإذن الله إن شاء الله بيتحسن. إن شاء الله بإذن الله. طيب جاوي، إيش جاوي من الفترة؟ جاوي هذا البخورات يعني من نوع من أنواع البخور طبعا يستعملونه النسوان. من فين يجي؟ من الخارج طبعا، ما هو من البلد. من جاوة يعني؟ من اسمه جاوي؟ يمكن يكون من جاوة طبعا ممكن. طيب ايش فرق بينه وبين اللبان الحضرمي؟ اللبان الحضرمي طبعا من هنا، وطبعا رائحته اخرى يعني، رائحته غير الياوي. الياوي هذا الامور ثانيه. ايش الافضل منه؟ طبعا اللبان البدوي اللي هو نحن متعودين عليه يعني، واستهلاكه اكثر لانه درايه اكثر لانه معروف هنا عندنا في الوادي. اما هذا تقريبا الاغلبه في المحافظات ابين ولحي ذا هذا الياوي. جميل. طيب الصندله، ايش الصندله وفي ايش يتم استخدامها يعني؟ الصندله هذه تستخدم في ادوات التجميل تابعا مع البصيل ومع لادوات التجميل يعني. كيف يتم استخدامها يعني؟ من النساء يعني؟ يعني للنساء خلطوها كذا تكون تجي كمان نقول كمان روائح الزينه والطيبه يعني. يعني مثل المسك او البودره؟ ايوه هذا هو نفسها. ايوه هذه الاشياء يعني بالضبط مستحضرات تجميل يعني. مستحضرات. طيب يا عم، يعني اكثر حاجه عندك من ناحيه الجانب العطاري تمشي والناس يطلبونها بشكل دائم، وحتى صحبياتك من السوق او من المورد الكبير تكون بشكل كبير جدا؟ طبعا كما ما قلت لك اللبان البدوي، في اللبان البدوي معنا شرب، في اللبان البدوي الخون، ده بالنسبه يعني يعتبر من الانواع الاستهلاكيه الاكثر نمبر 1 يعني اندرايه ما شاء الله. في برضه عندنا الصبر، الصبر برضه نوعين، في حق البلاد هنا يقولون له دعاني، هي على شكل قرص. في جي ثاني شنه يقولون له شنه يعني يجي من سقطره طبعا. هذا برضه اندرايه ما شاء الله نقول. وبرضه اشياء وايد، مر فطير والعلك البخور اللي بخرون بالكاس حق المي والترمس برضه هذه نقول، والسكر هذا النبات ما شاء الله. طيب يا عم مبارك، في البيت عندنا دائما اهل البيت يسوون ورق الغار في الرز، فكنت دائما متساءل نقول ليش؟ يقول والله هذا عادتنا من ايام جدنا من ايام حبابتنا. ايش فائده ورق الغار انه يكون داخل الرز؟ هو طبعا ورق الغار فعلا يطبخون، يقولون الان في الطبخات يقولوا انه يطلع نكهه. هو لما تشوفه انت كذا وهو ظاهر كذا ولا تشمه ما في ربحه ما في رائحه، تقول فعلا تطلع رائحه. لكن بالنسبه في الاكل فعلا تطلع نكهه. تطلع نكهه؟ نعم. طيب هل من فوائد مثلا صحيه له؟ والله من فوائد ما انا عارف. طيب انا سالت واحد ايضا من اصحاب العطاره يقول انه من ضمن الفوائد لعلها من ورق الغار اللي هو يمتص الدهون الموجوده في الاكل، يعني الدهون الزايده يمتصها في الاكل يعني. ممكن يكون هذا صح، لانه ما بيستعملون حايه في الاكل هذا الا من عبث. اكيد يمكن في فائده فعلا في الامور ذي اللي ذكرتها، يمص الدهون واذا يمكن. طيب عم بارك، يعني بغيتك تدلنا نحن والمشاهدين مع بعض على مثلا عشبه معينه تعتبر جديده او مستحدثه تفيد الجانب الصحي في اي مجال من المجالات الصحيه يعني. طبعا معنا نحن عشبه تقريبا تفيد للامساك، وهي يقولون لها السنة. ممكن تشوفها بنرويك اياها. بنشوفها ليش لا، بس بعد التصوير، بعد تصوير هذا اللقاء بنشوفها مع بعض. بس يعني كيف يتم استخدامها؟ كيف يتم تحضيرها؟ طبعا السنة هذه استخدم تفور، يعني هي أوراق تفور في مثلا غرشة صحة، وتسطلها بعد وتشربها على كوب قبل الأكل بنص ساعة كذا تقريبا. ما شاء الله تبارك الله، بالتوفيق إن شاء الله. وحقيقة يعني نحن نفتقر للصيدلية الطبيعية، نحن نسميها صيدلية طبيعية. شكرا جزيلا لكم
ونتمنى ان شاء الله ان نكون وفقنا في اللقاء هذا ونكون ان شاء الله اسعدنا المشاهد. شكرا جزيلا. اكيد اكيد بلا شك، يعني طبيعي جدا يا عم بارك بتسعد المشاهد بالمعلومات وببساطه الطرح وبهذه الصيدليه الطبيعيه اللي نتمنى حقيقه يعني ان يعني يحذون الناس حذو هذه الاعشاب الطبيعيه والعطاره اللي هي تعتبر من الاشياء الصحيه، يعني اذا ما نفعتك ما بتضرك ان شاء الله. نعم هذا هذا نحن نتمناه ان شاء الله فعلا، يعني الناس الان للاسف اكثرهم على الطب الحديث مع بغول ده، وهذا يعني اقل حاجة على كما ما قلت فعلا هذه الاعشاب حقنا اذا ما نفعتك ما بتضرك. نعم. ولكن نقول ان شاء الله من اليوم ان شاء الله يتوجهون الى ده، لان هذا مجرب 100% انها ان شاء الله صحيه 100%. شكرا جزيلا. جميل الله يسعدك يا عم مبارك. طبعا نحن وعم مبارك الان بنكون مع بعض وبنتعرف ايضا خلف الكواليس على الكثير من الاعشاب الطبيه، فخلوكم دائما معنا وابدا في اسواق شعبيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف على اسمك يا والد؟ اسمي عبد الله سعيد بن عبدون. اهلا وسهلا عم عبد الله في برنامج اسواق شعبية، وجينا طبينا عليك على طول في داخل المحل وقلنا احنا ما شاء الله مكان البائع يعني. حياكم الله، لسنا احنا ورحبتوا حياكم الله. الله يانس بحياتك ان شاء الله. طبعا احنا في اسواق شعبية نزور المناطق ونزور الاسواق حقها الشعبية الجميلة، ونزور ايضا المحلات التجارية اللي فيها من التراث وفيها ايضا من الاشياء والاحتياجات اللي تهم المواطن بشكل عام. اسواق شعبية يطل عليكم ليظهر المعاناة، اسواق شعبية يطل عليكم ايضا عشان يعرف الناس على الحركة التجارية والاقتصادية والبيع والشراء في السوق، وعلى ايضا البضائع الموجودة وآلية حركتها. ممكن تعرفنا اولا يعني على مشروعك التجاري هذا ما شاء الله؟ هذا محلنا يعني عبارة عن يعني هو في سوق الحمض عبارة عن يعني محل كالتراث الآن. في موجود يعني من الخصوصيات في من التراثيات هذه. هو الشال الحضرمي. الشال الحضرمي وبرضو الحبوة هذه وهذه الأشياء اللي موجودة عندنا. برضو زي المعالم، معالم حضرموت زي شبام وتريم و المعالم الصغيرة هذه. المعالم المحضار والغوازي هذه الأشياء كلها موجودة. كلها موجودة. هذه المعاذر عندنا موجودة موجودة. أنت ما شاء الله تبيعها يعني يا عم عبد الله؟ والله لا بأس يعني عن وقت قريب. يعني المحل هذا فتحته من قريب؟ يعني يمكن ما يقارب 10 سنوات، لكن من فوق الفترة الأخيرة هذه اتجهنا لهذه الأشياء. كان إيش قبل 10 سنوات يعني؟ كان في البداية كان عسل وكان زي العطارة كذا، والآن اتجهنا لهذا الاتجاه. العسل والعطارة ما كان فيها شغل، ما كان فيها حركة، ما كان فيها إلا كان في حركة وفي عمل. أنا كان عندي محل في سوق جملة حق العسل، كنت أبيع وشري، لكن دخلنا السوق هذا وتواكبنا مع تأقلمت يعني. تأقلمنا يعني شفنا احتياجات المواطن والزائر وفرنا هذه الأشياء. ما شاء الله تبارك الله. طيب معنا هنا اللي هو الحبوة الحضرمية، ومعنا الشال موجود، ومعنا العمة الحضرمية أيضا، وعندنا هذا إيش يسمونها دائما نشوف الشيبان كبار السن يلبسون هذه العمة مع شوي من المناسبات. إيش هذه وإيش المناسبات اللي يلبسونها؟ قال يعني قال له رمانة، هذا يستخدمونه في الألعاب الشعبية في الأعراس وفي المناسبات في العدة هذه تكون في يعني عدة مناسبات، مثلا المناسبات الوطنية والمناسبات هذه. نعم يسمونها رمانة. نحن يقولون له رمان. نعم الرمانة للرمانة رمال رمال باللام باللام رمال. ليه سماه رمال؟ والله التسميه ما ندري، لكن هذا اللي هو متداول واللي في راسك الان رمال نفسه هذا. نعم ما شاء الله تبارك الله. طيب لو تعرفنا على سعره بكم تقريبا؟ هذا يعني طلع له يعني حدود 10,000. هذا واحد ب 10,000 وفي نوع ثاني اقل منه ب 5,000. طيب ايش اللي يخلي سعره مرتفع يعني بهذا السعر؟ اسعاره عند هنا عند الشراء احيانا تشتري اشياء غاليه تبيع تكون تبيع غاليه، احيانا اشياء مناسبه في نوع ثاني زي هذا ب 5,000. الخامه تفرق؟ الخامه تفرق زي هذا يكون ب 6,000. القماش يعني طيب يعني؟ ربما يكون هذا يمكن عاده افضل من ناحيه الشكليه، لكن سبحان الله هذا له سعر هذا له سعر. طيب عمليه الشراء والبيع يا عم عبد الله تعتبر في الاسواق بمثابه جهاد وبمثابه حرب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البيع والشراء حرب المؤمنين يعني. فيا ريت تعرفنا مثلا هذه البضائع تجيبها مثلا من الخارج، تجيبها من صنعاء، تجيبها مثلا من الصين، من تجار كبار هنا في سيئون. هذه اغلب يعني الاشياء كلها يعني محليه.
فهمت؟ من داخل سيئون. هذه النخيل تعرف حضرموت يعني بكثرة النخيل وأشيارها. هذه منتجات يعني وطنية. كلها محلية وطنية. محلية يعني إنتاج يعني أسر وهكذا. أسر منتجة يعني. أسر منتجة نعم. طيب بالنسبة للشالات هذه وللحبوة هذه. هذه برضو منتجات محلية، هذه الآن تأتي من شبوة. هذه من شبوة. نعم أعمال حق شبوة. ما شاء الله تبارك. ولكن الأصل هي من أول زمان الحبوة كانت من حضرموت، الآن تصنع شبوة. ما شاء الله يعني كله شغل محل أكثر محلي. أكثر هذا من شبوة. نعم ما شاء الله تبارك الله، ربنا يفتح لكم وربنا يوفقكم إن شاء الله. أكثر الأوقات اللي فيها مواسم وفيها حركة وتشوف إنه القفة تمشي وتشوف إنه العمات تمشي والرمال ولا الحبوات والشالات، هذه المواسم تكون اغلبها مواسم الزياره يعني العطل وهكذا، يكون الاعياد وفي يعني بين فتره واخرى من يعني مناسبات كمثلا قدوم رمضان والعيد وهكذا، تكون فيها مواسم تكون فيها العمل يكون افضل يعني. جميل. طيب عم عبد الله، ما بين العسل والعطاره وما بين هذه الاشياء اللي تبيعها الان، هل في فرق كبير جدا من خلال الارباح وجدته، ولا هو عباره عن تحصيل حاصل والجود بالموجود؟ هو الحمد لله يعني كل يعني كل شيء في مجاله، لكن الان كمان هذه يعني عمليه لا بس اندراجيه، لكن العسل تحصله من وقت لوقت لوقت لوقت، لكن احنا الان دخلنا مع في هذه الاشياء، تعددنا فيها عطور وبخور وعود، برضو عندنا يعني عود الدخون هذا وحنه واشياء كثير يعني. ما شاء الله. هذه تشيل اذا ما جاء السوق هنا جاء من هنا. تمشي الحال يعني. تبقى على حالك. على حالك واحد. جميل. بالتوفيق ان شاء الله، وربنا يرزقكم باذن الله رزق مضاعف مبارك يا رب. امين. الله يبارك لنا ويبارك للجميع ان شاء الله، وجزاكم الله خير على هذه الزياره الله يسعدك، هذا واجبنا يا عم عبد الله. طيب عم عبد الله، في نظره سريعه بس، مستقبلا فين حاب انه يوصل؟ والله ان شاء الله نحن هدفنا ان احنا نظهر الموروث الشعبي هذا يكون يعني يظهر اكثر واكثر. جميل، هدف راقي وان شاء الله باذن الله تنال مبتغاك ان شاء الله. الله يبارك فيك. شكرا لك يا عبد الله. الله يبارك فيك. اذا اعزائي المشاهدين، لازلنا مستمرين معاكم في هذه الحلقه من حلقه برنامج اسواق شعبيه، ونحن الان طبعا عند العم عبد الله اللي هو معروف ببن عبدون في سوق الحنظل في منطقه سيئون او مدينه سيئون التاريخيه، فهذا المحل يعني يعتبر من الاشياء الجميله التي يهتم بالتراث. دائما وابدا نقول لكم نطلع فاصل وبعد ذلك نواصل معكم أسواق شعبية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف على اسمك؟ فيصل علي الأحمدي. من فين يا فيصل؟ من القطن. أهلا وسهلا بأهل القطن، قلبي في القطن. قاطن والشف الشف العنين. أيوة قلبي في القطن، قاطن والشف الشف العنين. طبعا احنا الآن في مدينة سيئون التاريخية، وبالضبط يعني خصوصا في سوق الحنظل. ايش اللي خلاك تجي تزور سوق الحنظل وانت من القطن؟ والله أنا لسه واصل من عدن، شفني للحين وصلت هنا، قلت باخذ لي حنظل وشويه خضره وهذا وبرجع على القطن ان شاء الله. على القطن ان شاء الله. ان شاء الله. كم لك من قطع من القطن؟ 5 ايام. رحت معك شغل ورجعت؟ ايوه نعم الحمد لله. انت مستقر في القطن ولا في عدن؟ في القطن، في القطن مستقر. ما شاء الله تبارك الله. طيب ايش اللي يميز سوق الحنظل بانك عدن لو وصلت من عدن، عدن حطت رحالك قدك على طول داخل لسوق الحنظل وبتشتري حنظل وبتروح للقطن؟ ما شاء الله اصحاب السيئون هنا ما شاء الله نظام، كل شيء منتظم، اسعارهم عينه ما عاد يحتاج ماشي اختلاف، كل واحد زي الثاني ما شاء الله تبارك الله. تبارك الله. وبالنسبه للاشياء والاغراض اللي اشترتها انت، حنظل وايش عاد؟ حنظل وشمام. ما شاء الله. وخضره شويه، تنويع يعني. ايوه نعم الحمد لله. تبارك الله، حياك الله ومرحبا فيك في سوق الحنظل في مدينة سيئون التاريخية. طبعا نحن الآن في برنامج أسواق شعبية، نسلط الضوء على الحركة التجارية والاقتصادية. أنت الآن جيت من عدن، كيف الحركة هناك في عدن؟ يا لا فيكم، الحركة زينة والله. حركة تجارية؟ نعم. قوة شرائية؟ نحن نطلب من حكومتنا أن توحد سعر الديزل، لأنه فوضى، حد يبيع الحين 26، حد يبيع 32،
حد يبيع 35 34 فوضى، ماشي ماشي سعر موحد. فيش سعر موحد. ايوه نعم. ان شاء الله باذن الله يتحسن الحال ويكون باذن الله الامور طيبه ويتحسن الحال من افضل الى افضل. ان شاء الله باذن الله. طيب بخصوص عدن، اسواق عدن كيف هي؟ انت الان جيت من عدن، اذا كانت الاسواق حلوه وفي حركه تجاريه يعني بنكلم المخرج وبنستأذن منه انه يوم يومين نتحرك الى عدن باذن الله لتسليط الضوء هناك على الاسواق الشعبيه الموجوده في عدن، وعدن من المدن التاريخيه العريقه يعني. والله يا اهلا وسهلا فيكم، ارضكم كلها انها هنا وانها عدن. نعم. ايوه نعم. الحركه كيف؟ الحركه ما تحتاج ما شاء الله. قويه؟ قويه زحمه. حضرموت ولا في عدن حركه تجاريه اكثر؟ لا الحركه تجاه هناك اكثر. قوه شرائيه اكثر؟ نعم ايوه. ما شاء الله تبارك الله، اذا باذن الله تكون لنا زياره الى اسواق عدن حتى يتسنى لنا تسليط الاضواء على الجوانب الاقتصاديه. طيب لو تكلمنا ايضا على يعني الاسعار بالنسبه للمواد الغذائيه، الاسعار بالنسبه ايضا للاشياء والاغراض اللي اشترتها انت، تشوف انها اسعار مناسبه متوسطه غاليه او انه اصحاب المحلات التجاريه يرفعون الاسعار كذا؟ والله الاسعار شويه مرتفعه، بعضهم بيقول لك مع ارتفاع الصرف، لا الصرف ثابت الايام هذه ما هو مرتفع. من 290 292 ما يتعدى 300 ثابت، لازم يثبتوا الاسعار وينزلوها شوي. بعضهم يتعذر بالصرف بس الصرف ثابت الايام دي ما شاء الله ما يحتاج. جميل، يعني ايش رسالتك لاصحاب المحلات في هذا الشان؟ رسالتنا انهم يرحمون الضعفاء، ينزلون الاسعار، يثبتون الاسعار. نعم ما يتعذرون بالصرف، الحين واحد صرف شوي طلع 5 ولا 10 رفع السعر. نزل الصرف ما نزل، يقول لك معي اشياء قديمه ما يصلح، لازم يرحمون الضعفاء ويرحمون المساكين. هو يرفع السعر لابد يخفضه ايضا. ايوه نعم. جميل، شكرا لك يا فيصل وربنا يوفقكم ان شاء الله وتوصل بالسلامه الى بلدك الجميل القطن في خير وعافيه وستر يا رب. ان شاء الله حياكم الله ونشكركم على ما تقدمونه، الله يوفقكم ان شاء الله. شكرا يا فيصل، في امان الله. هلا والله، في امان الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف على اسمك يا والد؟ محمد سالم باحشون. اهلا وسهلا عم محمد في برنامج اسواق شعبيه على شاشه الغد المشرق، انت جيت لهنا زاير ومن اهل سيئون ولا من خارج سيئون؟ لا من سيئون. جيت زياره لسوق الحمضه. نعم تفاجئ السوق. اشتريت ولا عدله بتشتري؟ نعم بنشتري ان شاء الله. ايش بتشتري؟ ايش ناوي تجي تشتري؟ والله بشتري قليل حق الحمضل خصوصا للاطفال في البيت ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الله، الحمضل ما يفارق اهل الحضرمه. يفارقونه في البلاد، عندنا لازم بعد الغداء لازم حمضل. ولها يعني؟ عند الشاي طبعا، الشاي والحمضة لازم لازم منها، لازم منها عضرموت. ايوه بالذات في سون بالذات. كيف الاسعار عجبتك؟ والله الاسعار بيني وبينك ارتفاعات، ما هي ذيك الحمضة ارتفاعات، حسب الصرف عندهم بيجون بالصرف، ارتفع صار رفعه يعني نزول ما في نزول، كله ارتفاعات. ارتفاعات 290 95 يوم 300 تحصلون 305 يتمي ماشي استقرار عن الصرف ابدا. استقرار الصرف يعني استقرار السوق. السوق هذا عندهم بالسلام. طيب كيف القوه الشرائيه شفتها في السوق الان مع الحركه؟ بني بالنا شوف هذول كلهم متفرجين طالعين نازلين، لا اذا تحصل نازل يشترون. الباقي كلهم متفرجين. ايوه الاسعار الله طول عمرك ما تقدر، لان يقول لك السعودي بكذا كذا، اشتري بكذا كذا، فين انا بشتري البضاعه؟ طيب يا عم يا عم، يعني انت شهريا تجي مثلا تشتري الحمض حق الشهر ولا كل بعد 6 شهور؟ لا بعد كم ايام كذا نشتري، نحن ما اشتري ايام الا هاي بسيطه اللي ماشيين احنا تعبر اسبوع يعني. تبعد الاسبوع على قولك. طيب الحركه التجاريه بشكل عام في سيئون، الان سيئون تعتبر المغذي الاساسي لوادي وصحراء حضرموت وربما ايضا المحافظات المجاوره، كيف الحركه التجاريه والاقتصاديه الان وعن ما قبل 7 سنوات مثلا 8 سنوات؟ والله بيني وبينك سيئون تقبل من كل مكان تجاره، من شبام من القطن موادي من دوعان كلهم لا سيئون يشترون يوميا، تحصل معنا عندك عند القصر عندهم شوف السيارات والباصات ينوم من دوعان يتبضعون له يوميا تبادل فيه شلون بضاعتهم انه حنظل سواء انه غيره سواء سباكه وانه مواد غذائيه ايش كله من سيئون، كل الحركه من هنا كله من سيئون، اكثر اكثر حركه تجاريه واقتصاديه متحركه. بالضبط حركه سيئون التجاريه في سيئون. طيب مع الارتفاعات هذه يعني ارتفاع العمله الصعبه او ارتفاع العمله المحليه مقابل العمله الصعبه تتكلم على قوه شرائيه اكبر، كيف تحدث يعني؟ والله هم عندهم يشترون هناك يبيعون بالسعودي، ويتالي يشتري عندك هنا بالسعودي او يصرف بالسعودي، لانه ما بيجي الا وكان في كيس سعودي. السعودي قاوم بالغير اليمني طبعا. بيشتري اصلا، لا ما بيشتري، قلت تعدى من المكان بعيد مش معقول يطلع فاضي. يعني دام انه يصرف ومعه عمله تمشي الامور. ايوه تمشي الامور على الطيب ان شاء الله. جميل، طيب ايش رسالتك لاصحاب المحال التجاريه لا سيما ان احنا في برنامج اسواق شعبيه نسلط الضوء على الجانب الاقتصادي والقوه الشرائيه وكذا. بعض التجار هداهم الله فجار،
فما هي رسالتك لهم ل يعني استرحام اهاليهم المواطنين فيما يخص البيع والشراء؟ والله انا بيني وبينك صاحب المحلات ابغاهم يمشون بالصح، يعني لا نزل السعودي يتمون على ثابت ما ينزلون الا بعد ما يشوفون، يقول لك انا بتمسك مشان لا ينزل علي السعودي، بضم من نفسي، بعضهم تحصل يمشي بالسعودي يمشي كذا 295 تم على 300 ما يعطيك 295، يضمن يقول لك انا غدوه بشتري، خبرته على 310 305 عاد نخسر عاد نخسر انا، بالتالي كبد المواطن يضم من نفسه على ما جميل. ربنا يجمل الحال ان شاء الله، العافيه ان شاء الله، الله يطول عمرك ان شاء الله. شكرا لك يا والد، شكرا لكم يا امان الله، الله يعطيك العافيه ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أخبارك يا والد؟ الحمد لله، كيف أنتم طيبين؟ الحمد لله، الله يسعدك. عرفنا على اسمك. أحمد سالم حنين. والملقب؟ أبو حمدي. أبو حمدي معروف السوق كله، السوق كلهم يقولون لي لق القمع أبو حمدي. أيوه نعم. الشعبية القوية ذي أبو حمدي. الحمد لله. والله هذا السوق نحن من أول كنا جالسين فيه. من متى ما شاء الله؟ أوه سنين يعني. كم لك تقريبا يعني كذا؟ نحن من أيام الدراسة من السبعينات. ونحن يعني تذكر الأجداد ولا أبو؟ الجد والأب وال ما شاء الله تبارك الله، يعني أباً عن جد. أباً عن جد حبيب. عن حبابة. حياك أبو عمدي، أهلا وسهلا فيك طبعاً في شاشة الغد المشرق، وأنا متأكد أن الشاشة الآن بتنور إن شاء الله، الأقمار الصناعية بتنور أيضاً إن شاء الله. الله يسعدك، وأسواق شعبية يطل عليك عشان يسلط الضوء على الأسواق الشعبية، ويسلط الضوء أيضاً على المحال التجارية والبسطات هذه والأشياء المتواضعة. طبعاً اليوم نحن حبينا نحن نزور سوق الحنظل في مدينة سيئون، ومدينة سيئون تعتبر من المدن التاريخية العريقة يعني، وهذا السوق له كم تقريبا يعني بقى لما نتعرف عنه؟ سنين يعني نحن نذكره يعني من قبل السبعينات. ما شاء الله قديم يعني. الستينات قديم، كان اللي يبيعون فيه اللخام يبيعون الحنيد والحاجات دي يعني. تتحول الى حنظل؟ بالتدريج شوي شوي، حنظل حلويات حاجات اخرى. ما شاء الله تبارك الله. الكعك هذه الحاجات الثانيه، بعض الاعشاب والعطاره، مكسرات الاخرى، حليل. ما شاء الله تبارك الله. طيب يا ابو حمدي، نحن الان نبيع حنظل مع بعض، اوكي؟ طيب عرفنا على هذا النوع ايش من نوع من انواع الحنظل؟ السودان. هذا سوداني. سودان وذا سودان، بس يقولون هذا مصري، يقولون له هذا سوداني. نعم هذا مصري وهذا سوداني. نعم طيب. هذا البلدي حق البلاد. هذا البلدي، هات لي شوي من البلدي، هات لي شوي بس، شوي بيدك، هات لي شوي بيدك بس. هذا حق البلاد. هذا حق البلاد. طيب هذا يا ابو حمدي يعني ايش فوائده؟ بغينا بنعرف فوائده نحن. والله نحن الصدق ما نذكر، انما بعضهم يقولون في فوائد منه كثير. هو ايش؟ والله بعضهم يقولون يعني الرضاعه هذه اللي ترضع ويدر اللبن يعني. ايوه هذا الكلام، والله اعلم هو صحيح في الواقع كيف، صحيح ولا مش صحيح؟ هو ذا المشكله، نحن ما لمسنا عن الواقع ولا احد قضى جاب لنا نتيجه معينه يعني او بحث معين، الا بس كلام. يا ابو حمدي ايضا الان دائما يقولون انه الاسعار ترتفع والاسعار تنخفض، وان الاسعار يعني ما هي يعني موزونه او ما هي ثابته، تتوقع برايك يا ابو حمدي ايش السبب يعني؟ ما السبب الا العمله ما استقرت، عاد ماشي تقول هذا السبب الوحيد. هذا الوحيد نحن. المواطنين يشترون ولا ها كيف؟ والله حسب قدرتهم. الحركه التجاريه اليومين دي كيف عندك؟ ضعيفه. مره يعني اقوى فتره كانت كان في التسعينات، في الألفين، هو كالفين قبل الألفين، وها لما بعدين لاشت إلى هذا الوقت بعد الألفين وحداشر، الأحداث بعد الأحداث قرحة جو يعني، ما في استقرار لا في العملة لا في البضاعة لا كل مشكلة كل هذه. الناس اللي يجون لك يزورونك كانوا أول من مثلا دول الخليج، يجون مغتربين مثلا من محافظات مجاورة ولا الآن إجازات في الأعياد يعني يجون. طيب شي زبون لك لو عمره 30 سنة هو يجي يشتري من عندك دائم؟ والله في زباين يجون مغتربين. لا يعني زبون مستمر معاك منذ 30 سنة وهو لازال يشتري من عندك في أعياد وأفراح وأحزان، ويجي يشتري مع أبو حمدي. هذا للجيران والأهل والأصحاب، ذا لا ما يغيرون ثابتين يعني، حنظلهم من عند أبو حمدي. عند أبو حمدي. طيب أبو حمدي أحد من عيالك ماسك الشغل؟ لا للأسف، إنه ما شاء الله كلهم برا مغتربين. لا هنا في البلاد بس اشغال ثانيه. اشغال ثانيه ما يبغون. ليش ما يبغون البسطه دي المباركه؟ والله هم حسب مزايهم بتقول رغبه يعني. ما نرغمهم.
بغيت بسطه هذه جلس ما بغيتها تو. الله معك ما شاء الله تبارك الله. طيب يا ابو حمدي مستقبلا فين حاب انك توصل؟ يعني عندك هدف معين؟ والله نتمنى بس التوفيق للبلاد كله مش لنا. نعم نعم اكيد التوفيق باذن الله للجميع ان شاء الله، بس الانسان طبيعي انه يكون عنده هدف شخصي، هدف تجاري على مستوى محله تجاري، على مستوى بسطته، على مستوى العمل التجاري اللي يقوم. صحيح هذا الكلام، لكن تعرف البلد ما هي حق ذاك المستوى اللي يتمناه الانسان. جميل. يلا كنت مغترب اول يا ابو حمدي؟ لا 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 ما اغتربت على البلاد. لا لا لا. طيب في اصدقاء لك كانوا مغتربين؟ في اصحابنا لا زالوا؟ لا زالوا في الكويت، السعودية، الإمارات، أبو ظبي، في من دفعتنا من درسنا نحن وياهم. في أعز واحد بالنسبة لك من اسمه؟ والله واحد في بوزير يعني هناك ما شاء الله قدره طيار ما شاء الله تبارك الله. طيب إيش تقول له عبر شاشة الغد المشرق؟ والله نقول له نسلم عليه يعني باللغة السلام، أتمنى له التوفيق والنجاح في مستقبله وأسرته هناك ما شاء الله، أهله وأولاده. نعم ربنا يجمل يا ابو حمدي، وصراحه انا سعيد جدا ان احنا زرناك اليوم في هذا المكان، ومع انك كنت رافض جدا جدا انك تطلع معنا. كان رافض طبعا، رافض تماما يطلع معنا في شاشة الغد المشرق، بس تقديرا لك حاب ان نشم راسك عشان انك قدرت نحن ووافقت. يعني الله يسعدك يا ابو الله يسعدك يا ابو حمدي، شكرا لكم، متواصلين باذن الله، في امان الله. يلا مع السلامه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعرف على اسمك؟ الاسم بشير عنبر برشاوي. حياك الله، أهلا وسهلا فيك في أسواق شعبية، وحابين نحن نتكلم نحن وياك مع بعض على الحركة التجارية والاقتصادية، وخصوصا في سوق الحنظل في مدينة سيئون التاريخية. والله ما شاء الله الحركة في سوق الحنظل حركة ممتازة، يعني انت شايف الناس في السوق يتبضعون في وأكثر يعني زي في يعني في الأعياد تي هذه يشترون الناس الحنظل والمكسرات والفصوص هذه وما شاء الله السوق ماشي في يعني حركه، ورغم ان الوقت يعني الناس تعبت، ظروف الناس ما تسمح بعضهم، لكن خليك تمشي تمشي الحال يعني تمشي الحال يعني. قوة شرائية حلوه ولا بس زحمه من دون قوه شرائية؟ لا لا في شراء يعني، شوف انت حسب ما تشوف الناس ما هي زحمه واكب، الناس تشتري، اللي يشتري الحلوه ويشتري مكسرات والحنظل، يعني حركه سوق الحنظل كله معروف يعني. انت جيت اليوم زياره ولا يعني صاحب بسط او صاحب محل تجاري؟ انا لي هنا زياره كل يوم ولا كل سبت ولا تقريبا كل يوم لي اصحابي نجلس نتولى ونقعد عند الاخ عبد الله قهمان ما شاء الله. نتولى هنا تعرفوا قالوا قيل قالوا قيل تغيير جو يعني تغيير جو على وضع البلاد، وعلى ربنا ان شاء الله يصلح البلاد ويصلح الحال ان شاء الله. والله الحمد لله السوق شوفوا شغال. كيف الحنظل اسعاره يعني خصوصا الحنظل كيف اسعاره؟ الحنظل هنا قبل اسبوعين كانت المصرب يعني بلف، الحين كذا بلف و200 زادت 200 زادت 200 فيها. ايش السبب؟ والله السبب الارتفاع يا اخي، الحين يقولون لك العمله السعودي ارتفع، السعودي نزل، والناس مساكين تعرف الحنظل الحضرمي لازم حنظل، لازم لماشي حنظل مع الشاهي ما هو شاهي يعني ما يضبط، لازم حنظل يقعد يتحبب مع الشاهي مع القال والقيل مع العيال ومع ذا ما شاء الله تبارك الله جميل. طيب هي تعتبر من العادات الجميلة للحضارم يعني انهم تكون مجالسهم مليئة بالكلام الطيب والمودة، وايضا التراحم فيما بينهم والبين، ويسودها ايضا عدة الشاهي الحضرمي وعدة الشاهي الحضرمي وايضا الحنظل يعني مع بعض. طيب ما تشوف انه بعض الناس يقول لك يا اخي تكلفة مالية حنظل وشاهي ويوميا وصرفة مالية وايش قدرنا؟ لا هذه عادة من قديم متمسكين فيها يعني، ولا هي تقول ذيك لازم قلت لك لماشي بخاري وعنده حنظل ما هو يعني افضل من انه الواحد يوميا يشيل له بند القات ويخزن. ايوه شفت اكيد بدل ما يبلي قات ولا بيبلي ذا بيبلي حنظل كسرات وبتولى انا والسقل لو حتى الشباب انا بغيتهم دحين بدل القات ذا يشيل له حنظل 500 300 ويقعد له في تكه يرتاح بالحنظل ويقلع القات ويقلع جميل. طيب ايش رسالتك لمثلا الزوار اللي يجون من خارج المحافظه يعني خارج حضرموت من المحافظات المجاوره يجون يزورون سوق الحنظل؟ الان سيئون تعتبر مغذي اساسي لجميع المحافظات وربما ايضا جميع المدن اللي حوالي سيئون، ايش رسالتك لهم للزوار اللي حابين يجون سوق الحنظل؟ ايش حاب تنبههم على اشياء مميزه في الاسواق هنا في سيئون؟ والله الاسواق هنا اصلا هم الزوار يجون لما يلك لحين ما احب سيئون يقول لك لازم بقى سوق الحنظل، بزور سوق الحنظل ولازم يجي هنا ويشترون لك
وانا ويا رسالتي لهم انهم لازم يزورون سوق الحنبل، يجون يشوفون العمار الجديد في السوق ويشوفون وتعرف سوق الحنبل كذو، وان شاء الله ربنا يستروي ان شاء الله باذن الله، ربنا يحسن الحال من حال الى افضل دائما وابدا باذن الله. طيب شاشه الغد المشرق الان لك في برنامج اسواق شعبيه، ايش من رساله تحب توجهها الى جميع الاقارب والاهل المغتربين ليعودوا الى هذا الوطن الجميل؟ والله انا نقول لهم ان يعودوا الى وطنهم، الوطن ان شاء الله الان بتصلح الامور ان شاء الله، ونتمنى لهم يعودون الى وطنهم سالمين غانمين ان شاء الله. ما يقال دائما الوطن غالي. الوطن غالي، الوطن غالي طبعا، يعني الوطن يجمع الحال باذن الله ان شاء الله. نعم والله حسن حالنا الى افضل حال ان شاء الله. ان شاء الله الله يسلمكم. شكرا لك يا غالي. الله يعطيك العافيه. في امان الله. يلا على خير. اذا زي ما عودناكم اعزائي المشاهدين، سلطنا الضوء في هذه الحلقه من حلقات برنامج اسواق شعبيه على سوق الحنظل بمدينه سيئون، هذه المدينه التاريخيه واللي كثير من الزوار من خارج مدينه سيئون وايضا المحافظات المجاوره يزورون هذا السوق ليتمتعوا بهذه الاشياء الجميله وايضا بالتراث الموجود في هذه المنطقه الجميله. فدائما وابدا نقول لكم الى لقاء اخر في حلقه من حلقه برنامج اسواق شعبيه، حتى ذلكم الحين في امان الله ورعايته.